السلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن حقيقة دوران الأرض. هناك حقيقة علمية وهي أن الأرض تدور حول نفسها بحركة دائرية حول محورها، وتبلغ سرعتها عند خط الاستواء بحدود 1670 كيلومتر في الساعة، وهذه السرعة أعلى من سرعة الصوت التي تبلغ 1200 كما في الساعة أيضا. بالرغم من ذلك لا نحس بها. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: صنع الله الذي أتقن كل شيء، سورة النمل آية 88. بالإضافة لدورانها حول نفسها، فهي تدور حول الشمس بسرعة عظيمة تبلغ أكثر من 100,000 كيلومتر في الساعة. إذا تدور الأرض حول نفسها دورة كاملة كل يوم، وتدور حول الشمس دورة كاملة كل سنة، وتدور الأرض مع المجموعة الشمسية حول مركز المجرة في زمن قدره أكثر من 200 مليون سنة ضوئية لتتم دورة كاملة. فانظر إلى هذه النسب في الدورات، يوم وسنة وسنين كثيرة. ليس هذا فحسب أيضا، بل المجرات بأكملها تدور حول فلك هائل لا يعلم نهايته إلا الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وكل في فلك يسبحون، سورة ياسين آية 40. أن هذه الحقائق تشهد على قدرة الخالق عز وجل. صراحة ما نقول سبحان الله والله أعلم.